أهلا بكم في بداية سلسلة محاضرات التصميم باستخدام الذكاء الصناعي على برنامج فوتوشوب. وطبعا راح نستخدم نسخة بيتا، طبعا نسخة جديدة وتحتوي على إضافات بالذكاء الصناعي وخاصة بمعالجة وتعديل الصور. في هذه المحاضرة راح نضيف العضلات إلى هذا الشخص، وطبعا يتم التعديل بالذكاء الصناعي من خلال أداة اللاسو تول. طبعا وعدنا هنا Select Object. طبعا بعد ما راح نحدد هذا الجزء، مثلا راح نحدد هذا الجسم بهذا الشكل، طيب نضغط على هذا الخيار اللي هو Generator Full، وطبعا راح يطلب من عندنا كتابة التعديل المطلوب، وطبعا راح نكتب Fit Body with Six Bag. وطبعا راح نضغط على جنريت، راح ننتظر ذكاء صناعي بما يتم تعديل الصورة. طبعا مثل ما نلاحظ انه بشكل رائع جدا تم اضافة العضلات الى الجسم. طبعا عندنا هنا ثلاثة نماذج، بامكاننا نختار هذه النماذج والتبديل بها. طبعا نختار النموذج المناسب، مثلا ممكن هذا النموذج مناسب او ممكن هذا النموذج مناسب ايضا. مثل ما نلاحظ انه تم التعديل بشكل رائع جدا وقوي، وطبعا ايضا تم اضافة التعديل على شكل طبقة layers بامكاننا انه نتخلص من عنده. مثل ما نلاحظ كل التعديلات احترافية باستخدام الذكاء الصناعي.